السلام عليكم. ربما لا تكون الاحتجاجات الأخيرة في إيران أكثر كثافة من سابقاتها، لكن المؤكد أن التظاهرات الغاضبة صارت سمة للشارع الإيراني في ظل نظام سياسي يعاني سلسلة من الأزمات على الصعيد الإقليمي والدولي فضلاً عن المحلي. التظاهرات في إيران وقراءة أبعادها الاجتماعية والسياسية هو ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. تعيش المدن الإيرانية هذه الفترة على وقع مظاهرات شعبية بسبب غلاء الأسعار، هي الثانية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك بعد مظاهرات اندلعت أواخر العام الماضي احتجاجاً على أزمة المياه. وبدأت المظاهرات أوائل مايو 2022 في عدد من المدن، بينها الأحواز وأردبيل ولورستان وخراسان وتشارمحال وبختياري، وذلك رفضاً لقرار خفض الدعم عن مجموعة من السلع الغذائية، ما أدى لزيادة أسعار سلع تعتمد على الدقيق بنسبة وصلت إلى 300% في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية. واجهت قوات الأمن بالقوة المفرطة في العديد من المدن المظاهرات، فيما قالت تقارير صحفية غربية إن عدداً من المتظاهرين لقوا حتفهم على يد الشرطة. وتواصلت الاحتجاجات في نحو 40 مدينة وبلدة، بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان، ومدينة رشت الشمالية، ومدينة همدان في غرب البلاد، وفقاً لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل. وبسبب انقطاع الإنترنت وبطئه لم يتمكن الناس من إرسال مقاطع فيديو وصور للاحتجاجات في الأيام السابقة. وتعول طهران على إحياء الاتفاق النووي مع الغرب بشكل أساسي لرفع مجموعة واسعة من العقوبات التي أرهقت اقتصادها. المظاهرات الأخيرة تبدو أنها مختلفة عن تلك التي خرجت في سنوات سابقة، فالشعب الإيراني يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، ورفع المحتجون شعارات أكثر قوة من ذي قبل، ومنها إسقاط النظام والموت لخامنئي. إذن يعود الغليان إلى الشارع الإيراني لأسباب اقتصادية ظاهرة، لكن هتافات الغضب على ألسنة المتظاهرين يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، فلم يعد أحد من النخبة السياسية الحاكمة في مأمن من شتائم المتظاهرين احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد الفروقات الطبقية بين نخب الحكم والدوائر المرتبطة بهم وبين عموم الشعب الإيراني لم تعد خافية عن أقلام المراقبين. إزاء هذا الوضع ينفر الشباب الإيراني بين الفينة والأخرى إلى الشارع مطالبا بالتغيير، وتدفع السلطات من جهتها بآلتها الأمنية للتعامل مع المتظاهرين. بين هذا وذاك يبقى السؤال عن حقيقة ما يجري في إيران وتداعياته. نطرح هذا الموضوع على ضيوف حلقتنا الكرام الذين أرحب بهم على التوالي. معي في الاستوديو الدكتور نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، ويشاركنا الحوار عبر الهاتف من العاصمة السويدية ستوكهولم الأستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي، كما ينضم إلينا عبر زوم من العاصمة التركية أنقرة الأستاذ منذر الأسعد الباحث والإعلامي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا بالاستوديو دكتور نور، من أي منظور يجب النظر إلى ما يجري اليوم في الشارع الإيراني؟ هل من منظور معيشي اقتصادي ابتداء، أم من منظور سياسي، أم لا من منظور أيديولوجي؟ أولا، ما يجري في إيران حقيقة هي مستقبل الضائع. الشاب الإيراني ليس له مستقبل، كل الأصعدة المعيشية في الحياة مغلقة في وجه الشاب الإيراني. الإحصائيات تتحدث عن أرقام مخيفة في المجال البطالة وفي كل أصعدة الحياة. فالمرأة الإيرانية تائهة، الرجل الإيراني تائه، المستقبل غامض. فأنت في إيران أمام جيل. ما معنى تائه هنا؟ عندك جيل جديد، الجيل الذي كان ممكن ينخدع بشعارات الثورة، والجيل الذي كان ممكن أن تخدعه بمجموعة من القيم الكاذبة
وكلها قد سقطت في يعني ما ذبح الدولة الإيرانية السابقة الهرمة، هي أنها لا تستطيع أن تعرف أن الدنيا تغيرت، وأن السوشيال ميديا قلبت الأمور ظهرا عن عقب، وأن الإعلام الإيراني طلع أمام الناس مجموعة من الهراء والكذب. لكن مراقبين إيرانيين، أستاذ نور ودعني أتدخل معك هنا للأهمية، مراقبين إيرانيين كثرا يكتبون عن أن الفئة التي خرجت للتظاهر هي فئة العشرينيات، وهي الفئة نفسها التي خرجت في عام 2018 إذا ما كنت تذكر، وأن هذه الفئة هي القاعدة الاجتماعية لمنظومة الحكم في طهران، يعني الشباب يؤلفون يشكلون قاعدة حكم مجتمعية. الدولة الإيرانية والسلطة الإيرانية أفقدت القاعدة، ليست هناك من يعني الدولة الإيرانية دولة من غير قاعدة على أرض الواقع. تقصد نظام الحكم؟ نظام الحكم، فلم يعد الآن، أنت ترى الحكاية أصلا قضية معيشية في ظاهر الأمر، لكن الشعارات لا تتحدث عن رفع الرواتب ولا عن، لأن الشعب يائس، والشعارات وفي المقابل نفس الشيء، يعني خطاب السلطة ماذا؟ طب أنا أريد أن أحرر معك المصطلحات دكتور نور، لأني مهمة جدا تكشف للمشاهد الكريم طبيعة وعمق ما يجري في الشارع الإيراني. عندما نقول أنه يائس، هل يائس من مستقبل معيشي أفضل، أم أنه يائس من الناحية الشعورية، من الناحية العقدية، من الناحية الأيديولوجية، أم يائس بمستقبل سياسي أفضل يستطيع أن يشارك في الحكم أكثر؟ ما طبيعة اليأس عند الإيرانيين؟ يائس من أي تغيير. لماذا؟ لأن دائما التغيير يأتي في المجتمعات أن هناك فئة معارضة تعطي نوع من الأمل للشارع. الآن في شارع الإيراني كان هناك لعبة قديمة، أن هناك فئة مشددة وأصولية، وهناك فئة فيه نوع من الانفتاح للمستقبل وللحياة. الآن كل الأوراق اختلطت، وظهر أن هناك السلطة الإيرانية ماسكة بيد من الحديد ولا مجال للتفاوض. فالآن مثلا رئيسي مع كل هذه الشعارات التي كانت أتت بها أنه سيحسن وضعية المجتمع وتنتهي البطالة إلى حد كبير، وأن المعيشة ستنحل، وأن الرواتب سترتفع، وأن فالآن لا يتحدث رئيسي ولا السلطة عن تحسين أوضاع المعيشة، إنما يتحدثون أن هذا أمر واقع، وليس أمام الشعب إلا الصبر وإلا قبول الواقع. فنحن في حرب، هم في واقع الأمر هم في حرب، في حرب استنزاف في أوكرانيا، إيران داخلة في دعم روسيا بكل ما تملك مرغما، لأن إيران ليس أمامها خيار آخر. إيران تستلم الأوامر من روسيا، لا تستلم، لا روسيا لا تستنجي إيران أن تساعدنا في كذا، تستلم الأوامر بدعم روسيا بكل ميليشياتها، ربما لأنها الحليف الدولي الوحيد، لأنها في إلى حد كبير مستعمرة روسية، هذا الذي لا أحد يريد يصدقنا. إيران في حد كبير مستعمرة روسية وأوروبية في نفس الوقت. الآن تعيش تضاد هنا، تدخل الفرنسي ودعم وتحالف الإيراني والاتحاد الأوروبي من جهة، نعم، وتحالف الإيراني والروسي من جهة أخرى. طيب، لكن تواجد العسكري الروسي في الحرس الثوري، في ميليشيات الحرس الثوري، أقوى من الجميع. فليس أمام إيران إلا دعم روسيا بميليشياتها من الخارج، وقد دعمتها بحزب الله، ودعمتها بجنود بشار، ودعم الاقتصادي من شارع الإيران، وهذا الدعم أرخى بثقله على الشارع الإيراني أو على الأوضاع الداخلية لإيران. لو ذهبنا إلى أنقرة لنسأل أستاذ منذر الأسعد، يعني في السنين الأخيرة لا يكاد يمر عام أستاذ منذر إلا ويعني يتحرك الشارع الإيراني لأسباب متنوعة، مرة لأسباب اقتصادية، مرة لضعف توريد المياه وضخ المياه في إيران، أسباب متنوعة، مرة ربما لأسباب سياسية. هل في هذه التظاهرات ما يلفت نظرك كمراقب من حيث الزخم ومن حيث الاتساع ومن حيث الدوافع، أم أنها كسابقاتها؟ هي سلسلة مثل ما تفضلت، تراكم حقيقة، تتكرر هذه الظاهرة بالذات من 2017 حتى الآن بشكل شبه سنوي، كأنه موسمي.
الحقيقة أنها بات يغلب عليها الطابع المطلبي، لأن الأزمة الاقتصادية خانقة، الهدر الخارجي، مشاريع تصدير الثورة، سقوط الشعارات عند الشباب. الحقيقة الذي أحبط أنه أحبط هؤلاء انقشع الغطاء وتبين أن هذه المغامرات مغامرات إجرامية في نظر الشعوب الأخرى وغير مجدية بالنسبة لإيران. والدليل نرجع لأضخم حدث أو مأزق تعرض له النظام الإيراني في رأيي المتواضع، هو الحركة الخضراء 2009 بعد تزوير الانتخابات وفرض أحمد نجاد بالقوة، بالرغم من إبلاغ الداخلية واللجنة العليا للانتخابات لأمير حسين موسوي بأنه الفائز ثم المرشد تدخل وفرض أحمد نجاد. كان الناس يطرحون في الشوارع في المظاهرات، بالإضافة إلى موضوع الموت لخامنئي، الموت للدكتاتور، الموت للطاغية، كان من شعاراتهم التي تلفت النظر لا غزة ولا لبنان، أرواحنا فداء إيران. كان الموضوع إشارة إلى موضوع التدخل الخارجي. أيضا كان هناك عمق إيديولوجي، بالرغم من أن موسى ربما إشارة أستاذ منذر على أهمية ما تقوله، ربما هذه الشعارات إشارة إلى فراغ الخطاب السياسي العقدي الإيراني من أي محتوى في الشارع الإيراني الآن. نعم، هو هذا في 2009 كروبي وموسوي هم من أركان النظام، لكن يعني أخذوا اتجاها آخر وكان فيه جرأة، طرحوا موضوع تغيير الجمهورية، تغيير النظام، صلاحيات المرشد، كان السقف عاليا. ومن المفارقات أن الشيطان الأكبر بين 50 قوس الولايات المتحدة، عندما ترامب من حسناته النادرة إن كان له حسنات تسريب إيميلات هيلاري كلينتون، تبين أن الشيطان الأكبر كان مع بقاء أحمد نجاد، يعني إقحام أحمد نجاد، إبقاء رئيسا بالرغم من قناعة الولايات المتحدة بالأدلة أن الفائز مير حسين موسى. هذه عن 2009، يعني عن هذه التظاهرات، هذه بما تختلف عن 2017 2018 2009، هل يلفت نظرك شيء على مستوى الدوافع ومستوى الشعارات المرفوعة؟ أرى أنها أضعف. الحقيقة مظاهرات 2019 كانت هي الأشد، سواء في عدد القتلى، في الاستمرارية. الآن لا نستطيع التنبؤ بما تؤول إليه، لأن الموضوع ممتد والآن الظروف أقسى. لكن حتى الآن 6 محافظات تقريبا، يعني الاحتجاجات تعم 6 محافظات. من المفارقة أن السلطة قطعت الإنترنت عن 10 محافظات، يبدو أن هذا إجراء وقائي، حرب وقائية. ف حتى الآن، وخاصة أن الموضوع. طب أنت تقول إنها أستاذ منذر، أنت تقول إن هذه التظاهرات أضعف، إذن بما تبرر اجتماع مسؤولين كبار في المخابرات الإيرانية مع مسؤولي وسائل الإعلام والتوجيه التوجيهات لهم بعدم تغطية هذه التظاهرات إذا ما كانت هي أضعف وأقل؟ لا شك، لأن هذه النظم المنغلقة المقفلة الحديدية لا تتسامح. لذلك إقفال النت والتعبئة الإعلامية والتزييف، هذا نظام، طبيعة النظم الشمولية معلومكم تقوم على موضوع منع المعلومة، منع الصورة. يعني العدسات دائما عدو للنظم الطاغوتية، اقتل من يصور قبل أن تقتل من، حتى لو رفع السلاح فرضا، رغم أنه كله سلمية، لكن أتكلم في المبدأ. هذه النظم مذعورة، فطبيعي. أنا ما أقول أنها، لأنه الآن لا يمكن الحكم عليها، لأنها قد تستمر وتتصاعد وتتمدد، لأن النظام لا يؤمن بالحلول الوسط مع شعبه. يعني مثلا من 10 أيام جددوا لقاليباف رئاسة البرلمان للسنة الثالثة، بالرغم من أن فضيحة بذخ أسرته في تركيا في رحلتها السياحية إلى تركيا لم يكن مضى عليها 10 أيام. يعني هو لا يبالي باستفزاز الجمهور.
نعم. وقد تتصاعد، انا لا استطيع التكهن، انا احكم انها حتى الان اضعف المظاهرات 2019 1500. طيب هو مسارها التصاعدي وزخمها سنبحثه بعد الفاصل، امكانيه ذلك من عدمه في المحور الثاني. لكن لو اذنت لي استاذ منذر ان انتقل الى ستوكهولم لاسال الاستاذ نوري، بالرغم من ان المظاهرات يعني اندلعت لأسباب، أستاذ نوري في ستوكهولم، لأسباب معيشية اقتصادية بحتة، إلا أن سرعان ما انتشرت عبارات سياسية على ألسنة المتظاهرين في الشارع، شتائم من العيار الثقيل لعلي خامنئي ودعوة عليه بالموت وإلى آخره. بما, بما, بما يمكن تفسير هذا؟ أريد أن تحدثنا عن البعد السياسي لهذه التظاهرات. جزيل الشكر استاذ جهاد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بدايه اعقب على المتحدث قبل الاستاذ منذر، مظاهرات 2009 كانت منطلقه من العاصمه، اعتبارا انه العاصمه اكثر مسيسه وشعبها ناس سكانها ووجود طبقه يعني متموله بشكل اخر وتطمح الى تغيير في القوانين الاجتماعيه والحريات وحريه التعبير والى ذلك. استمرت، نعم كان فيها قتلى، نعم وإلى آخره، ولكن المظاهرة في هذه السنة تحديدا تختلف تماما عما مضى في إيران من مظاهرات. على سبيل المثال الآن يعني الشيء المشهود وفي الوقت في هذه المظاهرات هو أن المظاهرات في إيران الآن تنطلق من الضواحي وتنطلق من المدن الصغيرة والقرى والمحافظات البعيدة، وهذا مؤشر عظيم جدا أنه هناك أولا الوعي السياسي لدى المواطن الإيراني بشكل عام بنحو متزايد ويطالب السلطة بتغييرات أساسية وإلى آخره. إذا نرى أنه التغيير جاء الآن لصالح الشعب أكثر مما يكون لصالح الحكومة. كانت الحكومة قمعت 2009، أعتقد في هذه المظاهرات لا تستطيع أن تسيطر على كل المحافظات. المظاهرات اليوم تتوسع يعني من محافظة إلى أخرى، ولو تقمع بمحافظة من بين أو مدينة ما. لكن أستاذ نوري يعني نعم. دعنا من قضية اتساعها من عدمها، لكن أريد أن أبقى معك في البعد السياسي. يعني عندما يعني يصرح أو يهتف المتظاهرون ضد خامنئي وضد النخب السياسية الحاكمة وضد المسؤولين الكبار في الدولة، هل يؤشر ذلك إلى بالفعل موقف سياسي عميق في الشارع الإيراني من السلطة، أم فقط هذه حالة انفعالية غضب بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية؟ لا، من المؤكد أنه حدث التغييرات أساسية لدى في مخيلة المواطن الإيراني. المواطن الإيراني كان يطمح أنه عبر عملية الإصلاحية والإصلاحات، ما تسمى بعملية الإصلاحات بقيادة محمد خاتمي منذ التسعينات القرن الماضي حتى 2008-2009، كان يطمح أنه يحدث تغيير في هذا البلد. لكن شاهدنا في 2009 جاء المرشد كما قال الأستاذ منذر يعني ووكل أحمد نجاد بقيادة البلد بالحكم في البلد، و هنا حدث انقلاب عسكري في إيران، تعسكرت كل السلطات. يعني هناك القوة التنفيذية ما كانت معسكرة مثل الآن، الآن تعسكرت القوة التنفيذية منذ 2009 حتى يومنا هذا، وبتبعها تعسكر الاقتصاد أيضا وكل يعني مطبات الحياة الاجتماعية بشكل عام. لهذا المواطن الإيراني اليوم يعني انقطع أمل نهائيا، يعني لا لديه أي أمل في التغيير السياسي التدريجي الداخلي الإصلاحي. هذا انقطع. بناء على هذا هو اليوم يطالب بإطاحة النظام بأكمله، فيستهدف المرشد، هو أعلى مقام سياسي في إيران، يستهدف رئيس الجمهورية، يستهدف نظام الحكم والدستور. يعني هذه مقومات السياسة في إيران. فلهذا نشاهد أن المواطن حتى ليسكن في القرية اليوم هو يستهدف خامنئي، عكسا على 2009 اللي كان يطالب برجوع إعادة الانتخابات أو مير حسين مسوي يكون رئيسا وإلى آخره. اليوم المطالبات أصبحت راديكالية أكثر، راديكالية بمعنى أنها تطمح إلى تغيير نظام الحكم بأكمله. هذا ما يطمح للمواطن، وبناء على هذا نرى الهتافات يعني بشكل وآخر تتأرجح بين هذه الفضاء السياسي الإيراني. طيب نعود إلى الاستوديو. دكتور نور، يعني الآن ما الذي يدفع بلدا ثريا مثل إيران، متعدد مصادر الدخل، ثروات طبيعية جوفية، إلى إصدار قرار يحمل
في طياته بذور الشقاق، بذور الانتفاضة، بذور الغضب في الشارع. إيران حقيقة تعيش أزمة الوعي في الإدارة. إيران ليست بلد يعني تفتقد مصادر اقتصادية، إيران أقوى من أكبر مصادرين للنفط والغاز في العالم، إيران تملك كل مقومات دولة ثرية، لكن لا تملك إدارة صاحب إدارة وطنية في أبسط معانيها. إدارة إيران تعاني من حجم فساد كبير للغاية، وحرب على تقسيم المال، الماء السائب كما يقول العرب يعلم السرقة. كيف مظاهر الفساد يعني هذا؟ فمظاهر الفساد بمعنى أن ما تسمعه عن الحصار الاقتصادي على إيران، هذا الحصار الاقتصادي الذي يصور للناس أنه يعني يحدث ضغطا على الشارع الإيراني. الحصار الاقتصادي في الحصار ماذا يعني؟ يعني أن هناك دولة مثل إيران تصدر الغاز والنفط، وهناك دول تستجلب، فبالحصار لا تتوقف مصانع أمريكا وأوروبا. إذا معناه أن هذا النفط والغاز الذي كان ممكن أن يدخل بالطرق القانونية ستدخل عن طريق التهريب، والتهريب معناه ماذا؟ معناه من غير دفع، أن الدول التي يجب أن تدفع لا تدفع لإيران، تدفع لمن؟ تدفع لحسابات الأولاد المعممين الحاكمين في إيران الساكنين في تلك الدول الأوروبية، فتتضخم المال في حسابات هؤلاء وهي لا رقابة عليها. فالدولة لم تتوقف عن تصدير الغاز ولا النفط ولا المعادن ولا، لكن الناتج ما في شيء، لأنه كل أمل هذا يدخل في التهريب. هذا الفضاء التهريب يعني تقسيم التركة أو الغنيمة تتحارب عليه أصحاب السلطة. فالحرب يعني أفهم منك دكتور نور أن هذا القرار ألجأت إليه الحكومة الإيرانية إلجاء، بمعنى أنها تعيش تحت ضغط اقتصادي فاضطرت إلى إصدار مثل هذه القرارات رفع الدعم عن الأساسية. أبداً، هي نوع من التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، أن هذا البلد لابد أن لا يتقدم. الشعب الإيراني فيه مثل في التراث الإيراني، إذا أردت أن تحكم الفرس جوعهم. فهذا هو هذه هي فلسفة الحكم في إيران، أن النظام الحكم في إيران الآن وسابقا كان دائما يسعى إلى يعني كسر شوكة لكن هذا المثل يتعارض مع معطيات الواقع، هو يجوعهم فيثورون عليه اليوم في الشارع. وما هي نتيجة هذه الثورات؟ هي مجرد قمع والإدخال إلى خندق اليأس، وليس هناك أي ما هي المنتجات أو لهذه المظاهرات. نحن الآن نعيش كل سنة بشكل موسمي سلسلة من المظاهرات وقمع شديد لهذه المظاهرات، وقبل 3 أيام كان هاي تعطيك صورة. أما في داخل الغضب الموجود، الغضب الحائر، قبل 3 أيام في مدينة أبدان تسقط مركز تجاري، والحكومة بدل ما ترسل أناس لإخراج الناس من تحت الأنقاض ترسل ماذا؟ ترسل الجنود لقمع الثورة. ما هناك ثورة، والناس الذين أتوا ليخرجوا جثث الناس من تحت الأنقاض ما يبكون ويطالبون يهتفون بالموت للمرشد، موت للخامني، موت للدكتاتور. يعني الغضب مع الشارع الإيراني في كل شيء، إذا شعر بنوع من الإحباط في أي صعيد من أصعدة الحياة، بدل أن يسعى أن البحث أو حل هذه المشكلة يثور على الفئة الحاكمة، لأنه أدرك أنه لا مجال للحياة كريمة ما دام هؤلاء موجودين. لكن الحل ما زال الحل مفقود، لأن ليس هناك انسجام اجتماعي، ليس هناك حركة تستطيع أن تحدث نوع من التغيير. إذن كما قال ضيفنا، هناك يأس في الشارع الإيراني، لكن هذا اليأس والإحساس بالحاجة وقبض ذات اليد من قبل الحكومة عن الشارع الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر إلى اتساع نطاق التظاهرات جغرافيا أفقيا؟ هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة، فابقوا معنا. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد
12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن لمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن احتجاجات الشارع الإيراني ردا على ارتفاع الأسعار بعد قبض الحكومة يدها عن دعم مواد أساسية. أستاذ منذر، من خلال متابعتك اللصيقة لما يجري في إيران، هل تلحظ قدرا من التنظيم في الشارع الإيراني الغاضب من هذه السياسات الاقتصادية، ولو في الحد الأدنى، قدرا من التنظيم والإدارة ولو في الحد الأدنى من قبل بين المتظاهرين؟ واضح أن هناك يعني محاولة للاحتشاد والتنظيم شبابية، هم شباب جامعات في الغالب وخريجون يعرفوا بعضهم بعضا، لكن غياب الكاريزما، غياب الذي يعني الشخصيات المركزية، هي كما قيل نقطة ضعف كانوا يرونها في الربيع العربي، لكنها كانت في الربيع الإيراني موجودة 2009 ثم الآن هي مفقودة. لكن هذا لماذا تغيب القيادات المعارضة؟ لماذا لا يستثمر سياسيا في هذه التظاهرات؟ هذه المعارضة يعني رموزها في إما في الإقامة الجبرية، وإما مشردة في المنافي، وإما الإشكال الأكبر الذي يعني أود التنويه إليه، قرار الدولة العميقة في العالم في رأيي المتواضع أنه في العالم الإسلامي يمنع التغيير الذي يخالف هوى تلك الدولة العميقة. لو أرادت تلك الدولة العميقة التي تدير العالم حتى الآن، لو أرادت التغيير، الدليل لما تفكك الاتحاد السوفيتي في الأماكن التي شاءوا أن تتحرر شعوبها وتعيش ديمقراطية واضحة، دول البلطيق وأوكرانيا وغيرها، الدول الإسلامية حتى الآن يحكمها سلالة الشيوعيين في الزمن السوفيتي. إيران ليست استثناء، وهناك حنين غربي للمحافظة على إيران حتى من قبل الشاه. لما كان الخليج كله في الضفتين عربيا، اسماه الغرب الخليج الفارسي، يعني هناك تحيز مسبق موجود. لا اتكلم عن نظرية مؤامرة، انا اتكلم عن حقائق لا يسمح. الان الاكراد الوحيدون الذين لا يذكرون في وسائل الاعلام الغربية هم اكراد ايران الاشد تعرضا للظلم. فهناك قرار يعني أن إيران تبقى دولة واحدة. نعم. صرف النظر عن الموضوع، لو يعني أذكر فقط الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المشاهدين والمشاهدات بمتابعة ما قاله جاك سترو منذ مدة، وزير خارجية بريطانيا الأسبق، متعلق بإيران، وزير الخارجية البريطاني الأسبق، وكشف كثيرا من الأسرار التي نعلمها جميعا لكن بعض الناس يكابرون. طيب، لو ذهبنا إلى ستوكهولم، أستاذ نوري، يعني كما تحدث ضيفنا من أنقرة قال بأن المعارضة مشتتة أو في الإقامة الجبرية أو في السجون، ما فرص تمدد التظاهرات أفقيا في المدن الإيرانية في ظل هذا الوضع؟ الحقيقة يعني أعتقد النضال الإيراني بشكل آخر طوى هذه المرحلة، بمعنى أنه في، أنا أحضر كيف كثير يعني ندوات ما بين يعني نشطاء إيرانيين سواء في الداخل أو في الخارج عبر الإنترنت، وحضورين حتى هنا في الخارج وإلى آخره، هناك يعني شبه إغناع، وليس إغناع تام، ولكن هناك إغناع أنه دور الكاريزما انتهى. ولو أن هناك البعض يريد أن لدينا توجهات معينة بحسب المثال رجوع الحكم الملكي في إيران، والآخر طالب بجمهورية، والآخر بجمهورية فدرالية للأغاليم كلها، فدرالة إيران أي فدرالة إيران وإلى آخره. فهذا التشتت بهذه المشاريع وتعدد المشاريع هو
لحد الآن هو كان حاجز أمام التوحد كتلة معينة لقيادة هذه الحراك، ولكن الفرصة ما زالت متاحة. لماذا؟ لأن ببساطة النظام الإيراني اليوم، النظام الحاكم في إيران لا يستطيع أن يلبي الحاجات الأساسية لدى المواطن الإيراني من أكل وشرب وكهرباء و يعني أمان، وعلى سبيل المثال وحتى الإنترنت، تقطع الإنترنت ببساطة كما أشار ضيفك، سقط برج تجاري وسكني في آن واحد في مدينة عبادان، والنظام بدأ. لكن أستاذ نوري، أستاذ نوري يعني نعم، أنعم الله عليك، يعني بالنسبة لعدد التظاهرات وكثافتها التي هي أقل مما كانت عليه قبل سنتين وثلاث سنوات، لا تنبئ بأن هناك نضجا في الشارع الإيراني تجاه مسائل الثورة أو الانتفاضة العامة والعارمة على النظام السياسي في البلد؟ لا، على العكس، يعني نشوف النضوج موجود، يعني هناك التفاعل بين الإيرانيين والتكاتف هذا بشكل يعني يتوسع بشكل آخر. لكن أعداد المتظاهرين تكذب ذلك. لا، الأعداد ستزيد حسب المرحلة، لأنه ببساطة أولا هناك سيطرة أمنية بمعظم المدن بشكل وسيع، ثانيا طبقات الاجتماعية شوي تختلف من حيث الموارد المالية وإلى آخره، فهذه تؤثر على حياتهم بشكل آخر، وهناك تحفظ، بعض التحفظات لأنه إيران تتعدد فيها تنوع قومي وثقافي يعني وسيع جدا، فهناك أيضا تخوف من تفكك البلد بأكمله في حال سقوط هذا النظام. هناك هذه التحسبات موجودة لدى المعارضة ولدى النظام ولدى المتظاهر في الشارع، ولكن الآن الأمور تتجه نحو الأفضل، بمعنى آخر أن هناك خطاب سياسي قيد التبلور لدى جميع الإيرانيين، سواء اللي كانوا في الداخل وخارج البلد بمختلف توجهاتهم السياسية، وهذا هو ما يزيد ويدعم ويرفض الشارع بشكل أكبر. وسنشاهد يعني أن الأعداد ستزيد خلال أن استمرت المظاهرات، وأنا متأكد ستستمر المظاهرات ولو قمعت، لكن ستعيد بعد حين، لأن هناك مقومات الحياة شبه منعدمة في إيران، تنعدم يوما بعد يوم، وهناك انسداد اجتماعي وسياسي وإلى آخره. النظام لا يستطيع أن ينتشل جثث متوفين منذ يومين تحت أنقاض برج سكني في مدينة عبادان على سبيل المثال، ولا يستطيع أن يؤمن ماء مدينة الخفاجية وهكذا المدن الأخرى ومدن شار محال واختياري وإلى آخره. فهذه مقومات الحياة، يعني واحد اللي تعدم من مقومات الحياة منه ما يظل جالس في مكانه، أكيد يتحرك. فهذا التحرك اليوم إحنا نشوفه في الشارع، نشوفه في الإنترنت، نشوفه بكل مكان، يعني مشهود بشكل وسيع جدا، وأنا أشوف رقعة المظاهرات ستتوسع رويدا رويدا. طيب، عطفا على هذه النظرة المتفائلة دكتور نور، هل ثمة عندك أو حتى بين المراقبين للشأن الإيراني اعتقاد يسود اعتقاد بأن هذه التظاهرات سواء هذه أو التي قبلها في سيرورتها يمكن أن تحدث تغييرا في إيران أو على الأقل تحرك المياه الراكدة؟ هذه التظاهرات فيها جانب التي لها تأثير أكثر، هي تظاهرات أو احتجاجات المنظمة التي تقوم بها مجموعة النقابية. نقابة المعلمين كانت قامت بمظاهرات، كانت أحسن يعني خلال العام الماضي أكثر من 780 احتجاجات للنقابات المختلفة، سواء نقابات المعلمين، سواء قطاع الطبي أو السواق الشاحنات أو الحافلات في قطاعات مختلفة. هذه تشلل حركة الاقتصاد في الحياة أو جانب من الحركة، وهذه لها تأثير أكثر من المظاهرات العامة التي بدأت. يعني هذه المظاهرات ما لم تتخذ وجهة معينة وهدف معين لن تصل إلى النتيجة. الآن الناس يخرجون نتيجة الضغط الاقتصادي، لكن تختلط فيه شعارات السياسية هي البارزة بدل الشعارات، فإذا الشعب ما زال لا يعرف ماذا يريد. نريد تغيير النظام، هنا نريد المعممين ولا كذا، لكن نريد ماذا؟ عندك الآن ما فيه هناك جهة معينة تساند الشارع.
مثلا الإعلام، الإعلام الذي يعتبر أنه أو يتصور الناس أنه إعلام خارجي، هذا الإعلام الخارجي الذي يقوده مجموعة من النخب الإيرانية ترى أنه فيه من نوع من التواطؤ مع الحرس الثوري الإيراني. حرس الثوري مخترق هذا، والدول التي بجوار إيران كانت ممكن أن تحدث نوع من الانفتاح للشارع الإيراني، أن تخرج قيادات كاريزمية لها كاريزما خاصة في الدول المنطقة. أما ترى لا، بالعكس، المعارض الإيراني أينما كان في العالم العربي ودول الجوار الإيراني لابد أن يغتال أو يسكد أو يختفي من خارطة الوجود. إذن الجميع تواطؤ محلي ودولي على إبقاء إيران كما هي، لكن هذه السلطة ليس لها مقومات البقاء. فإذا ماذا يخوفون الشارع الإيراني بعودة الملكية؟ طب ليس مفهوما، يعني أنا كما قال ضيفون أن هناك دولة عميقة في العالم من أنقرة، دولة عميقة في العالم تريد الإبقاء على إيران كنظام وظيفي مثلا كما قال ضيفنا، لكن ليس مفهوما دول الجوار لماذا تتواطأ على إبقاء النظام الإيراني وهي التي تأن وتشتكي من تجاوزاته الإقليمية. هي تشتكي في الإعلام، ولكن في واقع الأمر لا. الدول التي تشتم إيران في ظاهر الأمر، إيران أكبر مستثمر فيها في دول الخليج. ما هو الأكبر أكبر استثمارات الإيراني أين؟ ثم الدول التي هي التي تشتم وتلعن إيران صباح مساء في الإعلام، هي لماذا لا تستقبل المعارضة الإيرانية في على أراضيها؟ إذن هاي كل كلام الإعلام غير وكلام الواقع غير. وحتى داخل الواقع الإيراني فيه هناك نوع من التردد. النخب الإيرانية خائفة من نمو الحركة الانفصالية بين الأقليات القومية في إيران، نمو الحركة العربية، نمو الانفصاليين البلوش الأكراد كذا. النخبة الحاكمة في إيران، المعارضة للمعممين التي تزعم أنها متنورة، أنها ليبرالية وأنها ديمقراطية وأنها لكنها تلتف حول الحاكمية للحفاظ على هذه الجغرافية التي يسمونها الجغرافية الوطنية. طيب أستاذ منذر، أسوق لك سؤالا موازيا من الجانب الآخر، يعني بالقياس إلى عدد التظاهرات الآن الجارية الراهنة وقلة أعداد المشاركين فيها قياسا بما مضى، ثمة من قد يقول لك بأن الشارع الإيراني شارع واع وناضج وهو متفهم لأسباب الضائقة الاقتصادية التي تلم بالعالم كله، وأن إيران بحاجة إلى الوحدة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي ليس هناك رأي عام إيراني يعني ضد منظومة الحكم على الأقل في هذه المرحلة. طبعا هو هذا الذي تفضلت به، ما يعني ما تقوله وسائل إعلام الأنظمة الشمولية دائما، هذا صحيح، تعبير صحيح، لكن الواقع غير ذلك. الأزمة العالمية لا تعني مثلا كما أورد المخرج الإيراني الشهير محسن مخبلباف في عن ثروة خامنئي وأولاده والسيطرة، سيطرة مصطفى على تجارة الأراضي في طهران وعلى سيارات البي إم وكل والبيجو، ومجتبى الإيرانيون يتندرون على ولده الوحيد الذي جاء في ظروف معينة في بريطانيا وكلف حوالي 1,000,000 باوند، يسمونه طفل 1,000,000 باوند. خيول خامنئي وبالذات ذو الجناح يشغل، يعني يتندر الناس هناك ويسخرون مما ينفق عليه. يا سيدي، في 2016 تباكى الرئيس السابق حسن روحاني عندما نشرت وسائل إعلام أن هناك ملايين الإيرانيين يسكنون في المقابر. جميل، هذا المفترض أنه الرئيس الشخص الثاني في النظام، والحقيقة لا يوجد شخص ثاني، هناك شخص واحد والبقية رعية، لكن هذا الشخص نظريا في الهيكل هو الشخص الثاني في النظام أو الشخص التنفيذي الأول، يقول هذا الكلام بشكل رسمي ويبكي، ثم تذهب السلطة وتطرد المساكين هؤلاء من المقابر. هذه النظم، هذه يعني المفارقة بين ما يعيشه الناس وما تعيشه هذه الطبقة المترفة، يذكرني بتشنيعة الروس على بذخ الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي البائد. يقال أنه ليونيد بريجنيف استضاف والدته في الكرملين،
ثم أخذها إلى باطوم وإلى سوتشي، وعلى هي كانت هذه مشاتي ومصايف القياصرة، وحوله أسراب الطائرات حماية والملاعق فضية وذهبية. فقالت له: يا ليونيد، ماذا تفعل إذا جاء الشيوعيون إلى الحكم؟ هو يحكم باسم الشيوعية. المفارقة بين الشعار والواقع. تترك قصة الكورونا وقصة الحرب الأوكرانية الروسية، هذه في دول حقيقة تكون دول لا يملك قرارها شخص واحد، عنده سلطات والعياذ بالله فرعونية حقيقة. أنا أتكلم عن الدستور الإيراني، لا أتكلم من عندي ولا أوصف، أرجع إلى الدستور الإيراني. أكيد حضرتك يعني كمثقف اطلعت على هذا الدستور العجيب. صلاحيات المرشد صلاحيات فرعونية قارونية حقيقة. طيب لو ذهبنا إلى ستوكهولم أستاذ نوري، حينما تقبض الحكومة عن يدها عن دعم الحاجات أو المواد الأساسية بالنسبة للشارع الإيراني، فهل هذا برأيك يعني تغيرا عميقا في وظيفة الدولة في نظر الحكام، أم أنها ضرورة لجأت إليها هذه الحكومة وقد تكون مؤقتة؟ هناك تحليلات مختلفة حول هذا الموضوع. هناك أصوات مختلفة تجي من إيران على سبيل المثال، هناك من يرى أنه اتخاذ هذه القرارات من قبل السلطات الإيرانية بمعنى أنه النظام الإيراني يمد يده على جيب المواطن ويسرق أموال المواطن بشكل أو آخر حتى يوظف هذه الأموال في مشاريع الأيديولوجية والتوسعية في منطقة الشرق الأوسط إلى آخره، وكذلك دعم المشروع النووي وإلى آخره. المشروع النووي هو بحد ذاته أكثر من 2 تريليون دولار لحد الآن صرفوا عليه، لم يصل إلى أي نتيجة حتى الآن، وما زالت المفاوضات متعثرة في فيينا. وهناك من يرى أن هذه ضرورة، يعني ضرورة اقتصادية، وسموها عملية قيصرية اقتصادية حسب تسمية الإعلام التابع للحرس الثورة. وهناك من يرى في هذا انه نوع من النهب الجديد، نهب يعني غارت اموال الناس بشكل اخر، يعني فعن تحليلات مختلفه اقتصاديه منها ومنها مسيسه والى اخره. نرى ان يعني كمواطن بهذا البلد نرى في هذا الامر انه هناك عدم تدبير بالدرجه الاولى، هناك تخبط بالغرات السياسيه وكذلك الاقتصاديه، هناك نرى انه هناك يلوح بالافق السياسي انسداد سياسي لدى النظام الايراني. النظام الايراني اصبح اليوم هارم، لا يستطيع ان يجدد نفسه، لا يستطيع ان يجدد بقيادته بكوادره بشكل اخر، ولا يستطيع ان يعمل علاقات متوازنه مع الاقليم وحتى مع العالم. وهناك يعني في الواقع يعني راكز في الضحى نتيجه هذا المشروع النووي بالدرجه الاولى وتوسعه بالاقليم. مجموعه هذه التخبطات وهذه القرارات غير السليمه اوصلت النظام الايراني اليوم الى اتخاذ قرارات غير صائبه، ويدفع ثمنها المواطن الايراني، وقد يدفع ثمنها البلد بأكمله بمعنى السياسي والجيوبوليتيكي، يعني الجغرافيا السياسية الإيرانية في المستقبل. طيب لو أذنت لي دكتور نور أن أذهب مرة أخرى إلى أنقرة حتى أختم معك في الاستوديو. أستاذ منذر، يعني إيران بشكل عام ليست في وضع سياسي مثالي، لا تحسد على أوضاعها السياسية سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي، وملفها النووي يعني أموره مضطربة، ليس هناك اتفاق. سؤالي هو: هل تملك إيران للتعامل مع هذه الاحتجاجات أو لتهدئة الشارع الإيراني الذي بات يشعر بالخطر على لقمة عيشه، هل تملك خيارات كثيرة من مثل التراجع عن هذا القرار أو تخفيض الدعم بدل من رفع يدها الدعم أو خيارات أخرى مثلا؟ أي سلطة يعني لا شك أن لديها قدرات، لكن هل ترغب؟ رأيي الشخصي في حدود متابعتي المتواضعة، هذه النظم يا سيدي، وليس النظام الإيراني استثناء منها، النظم الشمولية في عمومها ترى أن الاستجابة للرأي العام أو لضغوط الشارع هذا يمس ما يسمى في عند فراعنة العرب هيبة الدولة. دولة ليس لها هيبة إلا على مواطنها بقمعه. فالحقيقة أن يعني لاحظت على تصريح لأحمد توكلي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، يعني هذا يعني من أركان النظام
حذر الحكومة، حكومة رئيسي، من أنها إذا لم تستجب فهو يتوقع يعني حدوث ما لا يرغبون في حدوثه، في إشارة إلى مظاهرات 2019 تحديدا. هو يقول إن 73% من الشعب الإيراني الآن في حاجة إلى مساعدة، في هذا تصريح على مستوى عالي. هم يدركون خطورة الوضع لكن يعني يستسهلون الحل القمعي. وحتى لكن استاذ منذر يعني ايران محاصره امريكيا وتفرض عليها عقوبات واموالها مجمده ولا تستطيع ان تصدر ثرواتها الباطنيه، وضائقه عالميه وتضخم يصيب دول العالم كلها بعد كورونا وتوقف المصانع، مساله معقده كثيرا، الا يعطي هذا نوعا من العذر لهذه القرارات؟ لا، هذا لو كان هذه المرة، ما لكن كل هذه الظروف لم تكن مثلا في 2016 عند سكان 7 ملايين يسكنون المقابر أو 38 مليون يسكنون العشوائيات باعتراف شخص مهم جدا في أيضا في النظام. المسألة يا سيدي هي هذه النظم، عندما أوباما أعطاهم فتح لهم خزائن قارون في الاتفاق النووي السابق، أين ذهبت الأموال؟ هل ذهبت إلى الشعب الإيراني أم ذهبت إلى على مشاريع تدميرية للدول المجاورة؟ هذا السؤال أنا متأكد أنه كل إيراني واعي سيطرح السؤال على نفسه. يعني أنت ممن يتبنون المقاربة أو الرأي القائل بأن السلطات الإيرانية لن تتراجع عن هذا القرار لأسباب نفسية وليس لأسباب موضوعية؟ لأسباب بنيوية، بنية النظام، بنية هذه النظم كتلة صماء. يعني هذا المسرحية مثل ما أشار الضيف الكريم في الاستوديو، موضوع توزيع الأدوار، هذا إصلاح، هؤلاء لا يملكون أي صلاحية، الصلاحيات الحقيقية في يد المرشد. يعني النظام كله مبني حول شخص، فطبيعة هذه النظم أنها لا تتسامح. حتى الآن لم يتسامحوا في عندما أغدقت الأموال والأفرج عن المليارات في 2015، ماذا نعم. كانت النتيجة؟ هل تحسنت أحوال الإيرانيين؟ طيب، على فكرة ممثل المعلمين الأحرار هاشم نعم أستار من سجنه أرسل رسالة يقول فيها ما أقوله وأكثر منه بكثير. الرجل هذا رجل يعني شجاع جدا، جريء، فالقضية أعمق بكثير من أن تختزل في كونها قضية اقتصادية تقنية آنية. إذن القضية أعمق من ذلك بكثير، كما قال الأستاذ منذر من أنقرة. إذا ما كانت الحكومة لأسباب بنيوية على رأي ضيفنا في أنقرة لا تستطيع التراجع عن قرارها، وإذا ما كان الشعب غير قادر على تحمل تبعات هذه القرار، فهل نحن أمام معادلة صفرية؟ إلى أين تتجه إيران؟ أنا أتصور أن المستقبل تتسع هذه النقمة الشعبية لتشمل كل قطاعات الشعب، ويصل الشعب إلى نقطة أنه لابد من اتخاذ إيديولوجية معينة للثورة. ما يمكن للثورة أن تصل إلى أهدافها ما لم تملك إيديولوجيا؟ ماذا تريد؟ لابد أن يصل الشعب الإيراني إلى أن هذا الذي يحكم باسم الدين وباسم المذهب، هذا المذهب أساسا صاحب المشكلة ورأس المشكلة. فالتخلي عن المذهب الشيعي والعودة إلى الهوية الأصلية للشعب الإيراني. الآن نحن أمام حالة تغييرية جذرية في الهوية الإيرانية، العودة إلى الأصل. والشعب الإيراني شعب شعارات بهلوي، شعارات مؤيدة لرضا بهلوي أبداً. هذه الشعارات تأتي كبعبعة لتخويف الشارع الإيراني. أنت الذي هربت من الملكية إلى الدين، هذا الدين سيعيدك إلى نفس الشيء. فلا بد الآن الرهان الأكبر في من انعزل الثورة في بدايتها، يعني سنة إيران الذين يملكون الحدود الجغرافية لإيران، والمهتدين من داخل المذهب الشيعي والمتراجعين إلى. فإذا اتخذ الإيرانيين
أن الهوية للثورة، اتخذوا للثورة هوية إقلاع الرافضة من الحكم والعودة إلى الأصل السني، عند ذلك ينجحون. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو الدكتور نور محمد أمراء الخبير بالشأن القانوني، كما أشكر الأستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي الذي كان معنا من ستوكهولم، والشكر موصول للأستاذ منذر الأسعد الباحث والإعلامي وكان معنا عبر زوم من أنقرة. الشكر الأكبر يبقى لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.